الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. سيتم بإذن الله قريبا افتتاح مسجد استقلال إندونيسيا والمشرفين عليه بإذن الله خلال الأيام القادمة، ونتمنى من الله أن نشكر الأخوة القائمين عليه من الشعب الإندونيسي الشقيق، وبإذن الله سيتم إن شاء الله الصلاة فيه قريبا عنا قريب بإذن الله، ونطالب من الشعب الإندونيسي الجهد التام بخصوص ونشكر المؤمنين ونشكر المتبرعين والقائمين على هذا المسجد استقلال إندونيسيا.